بسم الله الرحمن الرحيم، أنا معكم حسن دنبي، رئيس الهيئة الوطنية لجمعية حماية المستهلكين ورئيس جمعية حماية المستهلك بدار الأردن. الحدث اللي حصل اليوم بالضبط بحيدر الحشيش المحادي الأقدم الساحات بمدينة الترودات اللي هي ساحة أسرق، وهذا هو القلب النابض ديال مدينة الترودات اللي كيعرف اكتظاظات ديال السكان طيلة الأسبوع. فهذا الحدث ديال اشتعال النيران في هذا السوق ديال المتلاشيات، سوق اللي في الغريب الغريب في الامر هو انه متواجد بين بيوت السكان، يعني في بقعة خاويه. من جاء بهاد الناس؟ شكون اللي سمح لهم انهم يوضعوا هاد الكم ديال المتلاشيات اللي هو كم كبير بزاف؟ اين هي الجماعه؟ اين هي السلطه المحليه مما يقع؟ فهاد الحدث باش نخبروا الناس، انا تبعنا الشكايه ديال مجموعه من المواطنين يعني وكنا بجنبهم لمدة طويلة من أجل يعني منع مثل هذه النقاط السوداء. فاحنا ماشي ضد الناس يسترزقوا ولا ضد الناس باش يعني يحاولوا يديروا القرب للمواطنين من مجموعة المواد، لكن ضد أن تكون العشوائية، ضد أن الناس يتحرموا من أهم شيء في الحياة ديالهم واللي من أجله تبني البيوت ديالهم، اللي هي الراحة والاستقرار والأمن. اليوم في هذه الساحة في هذا الحدث هذا أعطانا الرعب بين الساكنة، أعطانا يعني عدم الاستقرار ديال المواطنين، أعطانا يعني الصراع، صراع قوي بين الناس تيقلبوا قوت اليوم ديالهم وحنا معاهم، وبين الناس تيقلبوا الاستقرار ديالهم وهو حقهم. فالحاسم اللي غيحسم هذه الظاهرة هذه وغيحيد هذا الخلاف هو الدور اللي خص تلعبوا الجماعة كجماعة والسلطة المحلية من الموقع ديالها. فاليوم احنا نستنكر هذا الحدث ونستنكر مثل هذه النقاط السوداء اللي باقي نقاط متواجدة بمدينة الترودات، وندعو السلطات والجيش الجماعي انهم يحاربوا مثل هذه الظواهر هذه. كما نطلب من السيد عامل الاقليمي يفتح تحقيق شكون اللي جاب هاد الناس، شكون يسمح لهم انهم يكونوا بالقوة في وجه الساكنة. فإذا ملي توصلنا واحد الشكاية من مواطن أو مجموعة من المواطنين، خصنا نوقفوا ونعرفوا الأسباب والمآلات وشنو غيعطينا هذا الحدث هذا. إلا حلينا في وقته تنكون فكينا بزاف ديال المشاكل وأرحنا المواطنين من عبء اللي هو ثقيل وما التجأوا لينا باش يشكوا عندنا إلا من أجل باش يحيدوا هذاك العبء. مرة أخرى نحن نتضامن مع إذا حنا نتضامن من جهة مع الناس اللي ضاعوا اليوم يعني الممتلكات ديالهم وتحرقت، وفي نفس الوقت نتضامن مع السكان اللي محرومين من الراحة ديالهم والاستقرار ومن الأمن ديالهم. وهاد المعادلة ما يمكن تحققها إلا المؤسسات اللي عندها إشراف مباشر على يعني هاد القطاع هذا، اللي هي الجامعة بالدرجة الأولى والسلطة المحلية في المرتبة الثانية. وتنطلبوا من جميع المؤسسات المؤسسين بجوج أنهم يبذلوا الجهود من أجل يعني محاربة هذه البؤر، خصوصا أن عندنا بؤر أخرى يعني بنفس الخطورة بحال بؤرة ديال أمام المدرسة ديال الحفير، اللي فيه بؤرة خطيرة أيضا تتهدد تلاميذ في خروجهم من المدرسة، تتهدد واحد العدد ديال السكان ديال المنازل اللي هما كاينين تما. هذه بؤره اللي هي حتى هي فيها نفس المقياس ونفس القدر من الخطر مثل البؤره ديال درب الحشيش. فهنا ما على المؤسسين بجوج الا يكونوا في الموعد ويحيدوا الخطر اللي يهدد المواطنين وتيعرقل مسيره التنميه بين المدينه. وشكرا للاخوان ديال الاعلام.